لقد شوطنا الثاني عشر ويعتبر الشوط الأول والرئيسي للإنتاج. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة والاندفاع لهذا الشوط ونتابع هذه الأسماء المشاركة. نتابع هذا الشوط الأول الرئيسي للإنتاج والمنتجين. نتابع هنا هذا الانطلاق والاندفاع في هذه المقدمة والمركز الأول. نتابع أنقرة لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني الذيبة على المركز الثاني لهجن الغرافة وبقيادة سالم بن عامر المدهوشي على المركز الثاني. المركز الثالث ومن تصلنا في هذه اللحظات من الجانب الأيمن. نتابع هناك الدخول والتسلل هناك من الجانب الأيمن اللي هي متاهة على المركز الثاني. غيرت هذه اللحظات لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. بينما المركز الثالث ومن تصلنا هناك حكمة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني وبقيادة محمد بن برقان بن مقارح. المركز الرابع هنا الذيبة لهجن الغرافة وبقيادة سعيد بن راشد الزعبي على المركز الرابع. نتابع هنا في هذه اللحظات أو سالم بن عامر المدهوشي. المركز الخامس ومن تصلنا في هذه اللحظات شديدة لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. شاهدت معنا هذه الخمس المراكز الأولى وراء اسم أيضا قادم هنا ذخيرة لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول والصدارة مع أنقرة. أنقرة على المركز الأول وعلى المقدمة. نتابع أنقرة مع الشوط الأول للإنتاج. الله يا هذا الشوط وشوطنا الثاني عشر في تعداد الأشواط. نتابع هذا الاندفاع التلقائي من أنقرة لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. السلام المركز الثاني. ركزوا على ذخير ذخيرة انطلقت على المركز الثاني لهجن الشحانية وبقيادة أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري على المركز الثاني. المركز الثالث ومن تصلنا في هذه اللحظات ومن تغير إلى المركز الثالث بهذا الانطلاق شديدة لهجن الشحانية ومع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. من الجانب الأيمن نتابع هناك القدوم من أيضا متاهة لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام يا هذا الشوط وهذا التحدي المبكر. نتابع المركز الخامس والقدوم هنا في هذه اللحظات من أنقرة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني وبقيادة بن برقان. هنا يا سلام في هذا الشوط وهذا التحدي. نتابع هذه الأسماء المشاركة ونعود إلى أنقرة. أنقرة على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط ولكن يا سلام يا هذا الوصول. شوفوا هذه الأعداد اللي وصلت كلها أيضا مع التفافنا على 1500 متر الأخيرة. يا سلام يا التغيير مرت مرور الكرام. ذخيرة الهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران المري المركز الثاني. نتابع هنا اللي قادمة شديدة لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران. ولكن شوفوا أنقرة قادمة. يا سلام لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني ومضمرها محمد بن برقان بن مقارح على المركز الثاني. المركز الرابع نتابع هناك القدوم من الماهر لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الخامس أول ندى سلسبيل لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. يا هذا الشوط يا هذا التحدي. الله يا الشوط الأول غير للإنتاج والمنتجين. يا سلام يا سلام يا سلام الكيلو المتر الأخير. الله يا
ذخيرة ذخيرة وأنقرة ذخيرة وأنقرة، والقادمة الماهر الماهر، ولكن أنقرة أنقرة على المركز الأول وعلى المقدمة في هذه اللحظات. نتابعها لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، ومضمرها محمد بن برقان بن مقارح المركز الثاني. وصلت الماهر، وصلت الماهر لهجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث ذخيرة لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع سلسبيل لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن نعود إلى الثنتين اللي انحصر النداء بينها وبين التحدي. الله، وسلسبيل قادمة على المركز الثالث، ولكن نعود إلى أنقرة، أنقرة والماهر، الماهر وأنقرة. يا سلام يا سلام، شوف التحدي، شوف التنافس، شوف التحدي، شوف القدوم. الله، يا سلام يا سلام يا الماهر، الماهر الماهر على المركز الأول، الماهر على المقدمة، الماهر يا سلام يا هذا الاسم التاريخي، الماهر الماهر. ها هي الماهر تشاهدونها لهجن الشحانية، وعشرة على عشرة يا المشاغب محمد بن خالد العطية. سلام وتحية واحترام لهذا الأداء الجميل مع الشوط الأول الرئيسي للإنتاج. نتابع نتابع، الماهر تنتزع هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني أنقرة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، ومع مضمرها محمد بن برقان بن مقارح. المركز الثالث سلسبيل لهجن الشحانية وبقيادة أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الخامس أو المركز الرابع ذخيرة لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز أيضا الخامس، المركز الخامس جديدة لهجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. شاهدتوا معنا هذا الشوط، شاهدتوا هذا التحدي، وشاهدتوا وصول الماهر من انتزعت الشوط الأول للإنتاج. نتابعها ونتابع وصولها إلى خط النهاية، معلنها الفوز والناموس والتهنية موصولة أيضا لهجن الشحانية. والتوقيت الزمني 6 دقائق 13 ثانية 57 جزء من الثانية، والتهنية موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية على هذا الفوز بالشوط الأول للإنتاج. المركز الثاني وصلت أنقرة، هنا نتابعها، توقيتها الزمني 6 دقائق 14 ثانية 43 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، والثانية موصولة لمحمد بن برقان بن مقارح. المركز الثالث وصلت أيضا هنا سلسبيل، توقيتها الزمني 6 دقائق و15 ثانية و55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية موصولة للشبل جابر بن سالم بن فاران المري.